الآلاف من ديدان القز تتغذى على أوراق التوت، تدريجياً تعطى قطعاً صغيرة منه قبل أن تتمكن من التهام ورقة كاملة أو فرعاً من الأوراق. التخمة تفقدها الشهية، وحينها تبدأ في صنع ألياف الحرير وتكوين الشرانق الحريرية حول أجسادها. الموضوع ده بيستمر معايا لحد حوالي 30 يوم أو 35 يوم لحد الدودة ما توقف عن الأكل، وكده تبتدي عملية عمل الشرنقة بتاعتها. في عام 2009 بدأ هذا العمل الواعد في مزرعة داخلية في القاهرة، إلى أن فكر الشركاء في عام 2016 في جمع منتجي الحرير في مكان واحد لتوسيع الإنتاج وتلبية الطلب المحلي. صناعة الحرير في مصر من الصناعات الواعدة جدا، لأن مناخ مصر وتربة مصر وعمالة مصر مناسبة جدا لها. السوق المحلي في مصر بيستخدم حوالي 350 طن، في حين أن السوق المحلي أو إحنا بننتج حوالي 1 طن. طبعا الفجوة الكبيرة ما بين الإنتاج وما بين الاحتياج دي فجوة ضخمة، العالم كله بيحتاج حوالي 200,000 طن في السنة. مدينة الحرير المصرية هو الاسم النهائي للمشروع، يمتد على مساحة 9,000 فدان، ويشمل مزارع التوت ووحدات سكنية للعمال. المدينة دي هتنتج في بعد 4 سنين من انطلاقها، هتنتج تغطي السوق المحلي يعني حوالي 350 طن، وبعدين مع التوسعات لغاية 2030 بإذن الله هنوصل ان احنا نبقى الدولة رقم 3 على العالم بعد الصين والهند. عالميا تعد الولايات المتحدة أكبر مستهلك للحرير، والصين أكبر منتجا له، لكن اللجنة الدولية لثقافة الحرير أدرجت مصر مؤخراً ضمن قائمة البلدان التي تربي دود القز وتصنع الحرير الطبيعي.